Home is where I feel free and appreciated. Home is where I don't feel alone. Hey! Home is where you satisfy the need of self-realization and appreciation. البيت هو المكان اللي بشعر فيه بالراحة وبالهدوء. والمكان اللي بيسمح لي نمي من قدراتي ويهيئني لأخرج قدام العالم بكل قوة وشجاعة. بنتمي للأشخاص اللي راح يغيروا المستقبل نحو الأرض. لما بنكون عم نشتغل وعم نضحك وعم نساعد بعض ليطلع معنا شيء حلو، هون بحس حالي اني بنتمي لهالعائلة الصغيرة. بيت كرم بالنسبة الي هو مكان بيجمع بين تعب وجهد وحب وألفة. المكان اللي بحسن اعبر فيه عن رأيي بكل حرية، والمكان اللي عطى لرأيي قيمة. بيت كرم قد ما وصفت لكم اياه ما راح مل او احسن اختصر، لان فعلا بيت كرم هو غير لي حياتي وعلمني اشياء جديده في الحياه، حيث يستطيع جميع الاشخاص مشاركه ارائهم وافكارهم بكل حريه بما يقابلهم من اذان صاغيه. Karam evi benim için okul toplumundan sonra yaşadığım daha geniş toplumdur. حصلت على اشياء كثيره لم اكن اتوقعها ان تكون لي، مثل التفكير الابداعي، تحمل المسؤوليه والعمل الجماعي، الشيء اللي خلاني اشعر بانتماء كبير لهالمكان. بيت كرم هو يمكن أكبر أثر رح يضل في حياتي. بيت كرم هو بالنسبة إلي مثل بيت التاني.